المكالمة للأسف مقاشنا الوقت. غادي ناخدو أسماء من الدار البيضاء. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أسماء. معك لالة سوما. إيه لاباس عليك. الحمد لله. بارك الله بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا بزاف. مرحبا. بارك الله فيك سهراء. إن شاء الله نعطيك. تفضلي. فاتنا ما بقاش الوقت. إيه للأسف مابقاش لنا الوقت ولكن ما فيها باس ناخذوا شي اقتراح من عندك. تفضل. أنا عندك واحد الدجاج مشوي الفاخر. إيه واخا. فيه واحد الشرمولة فيها واحد دانون مسوس. إيه واحد ياغورت مسوس. إيه. واحد جوج معالق ديال لاموطارد. إيه. جوج معالق ديال الكيتشوب. شوية ديال سكنجبير. شوية ديال التحميرة. إيه. وشوية الملح. وعصير ديال حامضة. إيه. وشوية ديال البزار. وشوية ديال المعدنوس يابس. إيه. وجوج معالق ديال زيت العود. وشوية ديال الزعتر. صافي تنخلطو هاد الشرمولة وتنرقدو فيها الدجاج على حساب الناس اللي عندنا. إيه. وتنخليوها من الأحسن يبات. فعلا كيتقد وكيشرب هاد الدجاج هاد الشرمولة. وتنشويو على الفاخر تيجي غزال. إيه. واخا ان شاء الله ندير لك واحد هذا واحد الشوكولاته يكون في الكوكوط. ايه واخا هو كيجي غزال. كناخذوا الحم غنمي ولا بكري بحال بحال وكنزيدوا ليه شويه ديال الملحه وشويه الكمون. ايه وكنديروه في الكوكوط مع شويه ديال العود ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه. ايه وكاس ديال الماء. كاس الماء وصافي كتسدي عليه على عافيه مهيله بالصفاره تكون فيه وصافي كتخليه حتى كيصفر واحد مكملش 5 دقائق كتحلي عليه عاوتاني كتقلبي على الجهه الاخرى هكذاك واخا صافي كتسدي عليه يعني من بعد واحد 5 دقائق نحاولوا نقلبوه للجهه الاخرى كل مره بدون يعني نحركوه ياك. لا دابا ملي كتسدي عليه الصفارة كتسمي حتى كتصفر وكتسمي 5 دقائق صافي كطفي عليه. من بعد ملي كطفي عليه كتحليه وكتقلبيه على الجهة الأخرى كتسدي عليه 15 دقيقة بالضبط. هكذاك واخا. ملي كتحلي من بعد 15 دقيقة كتلقاه إلا بقى فيه داك الماء كتحيديه وكتزيدي ليه شوية ديال الزبدة شوية ديال لاموطار. صافي وكتخليه يتصفر في الكوكوط كيجي غزال. واخا تبارك الله عليك. تبارك الله عليك أسماء. مبروك عواجركم. بارك الله فيك وسلامي لكم وسلامي لصالحة بالأخص وشكرا. مرحبا بسلامك تحياتنا لك مشكورة جدا وكنشكر كل المستمعات.